ازيكم؟ الحمد لله الحمد لله. It's an honor ان انا اكون موجوده معاكم النهارده بجد. طيب اولا عايز اعرف كده ايه احساسكم احنا النهارده في الدوره ال 44 للمهرجان، متحمسين ريد كاربت وكراود، ايه احساسكم؟ انا ببقى عندي الحقيقه انكزايتي قبل الريد كاربت، ببقى جايه خايفه كده من المهرجان، بس انا ببقى متحمسه لتاني يوم بقى اللي هو من بكره ستارتنج، بعد ما بنخلص بنكون سخنا خلاص. من اول تاني يعني احنا اول ما المهرجان بيبتدي بيبقى الاحساس الربكه والتحضير والتنظيم والكاميرات والفلاشات وبلا بلا بلا بلا، بعد كده الواحد بيرجع بقى للمود الطبيعي، للمود الطبيعي جدا. كل سنه نبدا بقى نحس ان احنا دخلنا يعني الفايبس المهرجان بقى، فاهمه قصدي؟ وبنقابل الناس والندوات والورش والافلام ونبدا الاستفاده بقى السينمائيه الحلوه يعني بالظبط، فبنبقى مستمتعين بيها جدا جدا ومتحمسين يعني من كل دوره اللي بالظبط للي جايه بعدين. احنا نلعب لعبه سريعه كده اسمها علاقاتي. علاقاتي انا والله كل ما بقول الاسم ده من اول ما بدانا يوصولي علاقاتي، اللي هو انت هتسالي ايه؟ بالظبط. هسالكم على علاقتكم بنفسكم، علاقتكم بشغلكم، علاقتكم بالسينما، وعلاقتكم باصحابكم. اوكي. اول حاجه عايز اعرف الى اي مدى بتحسوا ان كل حد فيكم سيلف اوير، عنده وعي بنفسه بشخصيته؟ بس انت عندها الموضوع ده عالي قوي قوي قوي. انا بحس ان انا عندي اكتر مني. انا عندي وعي بالاخرين، ما عنديش وعي بنفسي. باجي عند نفسي وببلم شويه. صح. انا اي فيل ان انا عندي سيلف اويرنس اكتر. عيوبي ومميزاتي كده، هو ساعات بيبقى محتاج حد بس يهايلايت شويه حاجات، مع انه بيعمل ريفلكشن كتير قوي، بس حاجه بتعدي. رجاله برده مش بيخشوا في تفاصيل، بيركزوا زينا، مش بيقعدوا يفصصوا. لا لا طبيعه. هنعمل ربنا خلقهم كده، هنعمل ايه؟ نعترض. طيب هسالكم، لو حاجه اتعلمتوها، حاجه واحده نصيحه او ممكن فاليو اتعلمتوها من صحابكم وحاجه من اهلكم، ايه رايكم في الاسئله؟ انا بحس ان انا اكتر حاجه خدتها من اهلي وخصوصا امي الثقه في النفس، وان انا ابقى جريئه. من اصحابي برضو ان انا ما اتكلمش نيجاتيف ليا، يعني عليا مش على حد. ما تتكلميش مع نفسك بطريقه وحشه، لو انا مش هقدر، انا مش نافعه. اوكي. انت بقالك شكلك كتير بتفكر، انا شايفه. بيفكر. بفكر كتير. من اكتر الحاجات اللي حسيتها لمستني جدا وعلمت فيا من اهلي الحب، حب النفس القريبة مننا، التسامح. الواحد لازم يبقى مهما مر بظروف صعبة سواء مع نفسه أو مواقف مع الغير، لازم يبقى من وقت للتاني يتعداها ويعديها يعني، ويقوم يقف تاني على رجله وينفض نفسه ويكمل الحياة بصدر مفتوح. الصحاب يعني اعتقد ان هي الدنيا هي اللي بتعلم اكتر، فاهم قصدي؟ وبحس انه كل اللي قلته انا وبسنت هم دول تقريبا يعني مور اور ليس من اكتر الحاجات المهمه اللي لازم الواحد يحس ان هو يشتغل عليها او يعني يتعلم منها يعني. طيب اخر سؤال، عايز اعرف ايه القيم اللي انتوا بتحاولوا توصلوها للجمهور او للناس من خلال الاعمال اللي بتعملوها؟ انا ضد الدخله قويه جدا. انا ضد ان يبقى العمل الفني ده السبب الرئيسي فيه اصلا يعني. أوكي. انا مش بؤمن بالفن رساله. عشان رايك مختلف، اللي هو انا اول حد اسال السؤال ده، واللي هو انا مش بؤمن ان الفن رساله. ممكن الفن انا بالنسبه لي اولا هو شانل للتعبير عن الفنان اكيد، وثانيا هو للانترتينمنت، ثالثا بقى والله جه رساله ما طلعت او قانون اتحدث او وات ايفر ات از، ده شكرا ميرسي حاجه كده تشيري اون توب. بس انا بالنسبه لي مفيش حاجه، يمكن هايلايتنج المشاكل اللي في المجتمع اللي ما بيبقاش عايز يبص في المرايه لما بيشوفها قدامه كده يعني متبروزه بطريقه معينه ممكن تغير حاجه، بس انا مش جايه اعلم الناس. ولا عشان كده حتى انا ضد برضو ان حد ياخد الفنان قدوه، هو بني ادم زيه زيك. فانا عندي نظره مختلفه عن يعني it is to be respected. Thank you. ايوه. ايه انا سبتكم تتكلموا كتير وقعدت. انا كده بس بص انا هو مش معانا. ايه القيم؟ بس انت قالت ان هي شي دازنت بليف انه الفن رساله. اوكي. سؤال لانه اجابتها ممكن تبقى غير اجابتها. القيم اللي انت بتحاول توصلها للجمهور من خلال اعمالك. ايوه. اولا انا بحب يعني بحاول اوصل لنفسي انا الاول حاجه اللي هي المتعه الشخصيه و
يعني ولازمتي في الحياة ان انا بعمل حاجة انا بحبها جدا جدا, بستمتع بيها, بتعلم منها, باكل منها عيش, حاجات كتير قوي قوي قوي. وطبعا اكيد لازم بما انه المتفرج هو اللي بيبقى معايا في السيركل ديت فلازم يستفاد, بيستفاد بقى بفكرة, يستفاد بموقف شافه, حاجة احنا بنتكلم عليها مضايقانا في حياتنا الشخصية او في البلد, زي ما قلت لك يعني, او زي ما بسنت قالت بتيجي بعد كده الاستفادة اللي هي المسج اللي بنتكلم فيها. بس في الاول وفي الاخر الفن هو واجهة وصفحة كبيرة عريضة بنقرأ فيها مشاكلنا واحزاننا وافراحنا وهمومنا وبنتعلم منه دايما مع الوقت. يعني يمكن في التمثيل بحس ان اكتر رسالة أياً كان بقى التوبيك اللي نتكلم فيه بتوصل للناس هو الامبثي, ان انت ازاي بني ادم تحس باللي قدامك حتى لو هو مختلف عنك او ساعات ضدك كمان, بس تتفاعل معاه ازاي ويمكن يمكن تفهمه. فانا بحس ان التمثيل يمكن هي دي الفرشول بتبقى رساله انلاس بقى الموضوع از انترتينمنت سيرف يعني. ف ذاتس ات. ثانك يو سو ماتش فور يور تايم. حقيقي ات واز ماي اونر. ميرسي.